أمام مقر ولاية تونس اليوم فما وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل خارجي الجامعات. تحكي لنا أنت بعد بأكثر تفاصيل، عرفنا بروحك أنت واللي معك وشنو أهم مطالب. علاء الشخاري، أصيل دار فضال، أريانا سكرة. احنا خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم وتجاوزت 10 سنوات فأكثر. احنا اليوم جينا امام مقر السيادة كما تشوفوا الولاية. اون برانسيب 24 ولاية اليوم باش نخرجوا، اصحاب الشهادة العليا باش نخرجوا قدام ولاياتنا. بالنسبة للوقفة هذه سبقتها وقفة يوم 19 أوت 2024 من كامل ولايات الجمهورية أمام القصبة في رئاسة الحكومة أمام القصبة يوم 19 أوت 2024. حضر عدد كبير في القصبة ونشكر السلطات اللي تجاوبت معنا ووصلونا لرئاسة الجمهورية. قابلنا السيد ماهر غديرة مستشار السيد رئيس الجمهورية وتسلم قائمة فيها 311 معطل على العمل ومعطلة. 311 هذوما نحب أول حاجة الشعب التونسي يعرف مأساتهم، هذوما اللي تعرضوا للفرز الإداري والاجتماعي. شنو معناتها تعرضوا للفرز الإداري والاجتماعي؟ تم حرماننا من النيابات، النيابات اللي مشيت بالمحسوبية. باهي ولا أقل واحد فينا باك بلس 5 باك بلس 6. يا رسول الله ما يتمتعش بنيابة سواء أنثى أو ذكر. تم حرماننا في المناظرات، تم حرماننا من العديد من القائمات اللي مشيت. هذه قائمة مع احترامنا لزملائنا اللي تم انتدابهم، هذه قائمة باسم المفروزين أمنين، هذه قائمة تابعة حركة النهضة، هذه قائمة تابعة نداء تونس تابعة جماعة يوسف الشاد، هذه قائمة تابعة إكس، وهذه قائمة تابعة إغريك وزيد. نحن بالحق كي نقولوا مفروزين اداريين واجتماعيين، مفروزين اداريين واجتماعيين. زملائنا ما نحسدهمش، مبروك عليهم، كي نبع عليهم ربي يدبروا بليس. لكن نحن زاده رانا ابناء الارض هذه، رانا نحن زاده رانا ملح الارض هذه. علاش دولتنا تتنكر لينا؟ شنو قاري انت؟ شنو متخرج؟ نعم انا متخرج فلسفه، عندي ما يقارب 14 سنه معطل على العمل. دقينا البيبان الكل، مشينا للوزارات الكل، مشينا لوزاره التربيه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، مشينا لرئاسه الحكومه، مشينا لرئاسة الجمهورية، يعني لعقود ولسنين ونحن ندق في الأبواب دون أي تجاوب. حبك أختي توصل مطلبنا، وأن نحن الناس هذية رانا سيئة ما عادش نجمو نصبروا، راو طفح الكيل ووصل السيل الرباع، يعني ما عادش نجمو. اليوم نحن قدمنا قائمة فيها 311 معطل على العمل ومعطلة من كامل ولايات الجمهورية. الناس هذية تعتصم من 2010 حتى هذه اللحظة، تم تسويفنا. يا سيد رئيس الجمهورية، يا السلطات، راهو نحن بالحق رانا ناس مظلومين، رانا ماناش طالبين المستحيل. اخي 24 ولاية يا رسول الله ما تنجموش تلقوا خطة ل 311 معطل ومعطلة على العمل؟ هذه راه ماهوش اعجاز قرآني، ماناش طالبين المستحيل. سيد الرئيس راهو تم ظلمنا، راي القائمات تمشي قدام عينينا، رانا تحرمنا. اليوم نحن نشدوك انت من موقعك بحكم انك جاي من رحم الشعب هذايا وتعرف معاناة المعطل على العمل. نحن وقت اللي خرجنا معاك في العهد الاولى السيد الرئيس بدون قيد وشرط، لانه امنا وانه انت انسان نظيف، وانه انت انسان جاي تحب تخدم البلاد هذية. وانت وعديد المرات قعدنا معاك وما هوش ماناش مناشدين الجميل. أنا في شخصي علاء الشخاري اللي عملنا الحمل نتاعك في فوسيانا، كنت تتذكر في أول حملتك وقت اللي خرجت وحكيت، قلت فوسيانا نشكر فوسيانا اللي خرجت اليوم وقامت بالحملة. نحن كي خرجنا من واد لواد ومن جبل لجبل ومن سهل لسهل ومن هضاب لهضاب في فوسيانا القصرين، خرجنا لأنه نحبوك، لأنه إنه أنت إنسان نظيف جاي بالحق تحب تخدم البلاد هذية. ولذلك راهو ما هواش عيب كيف تنظر لها وتاخذها بعين الاعتبار القائمة 311. يا رسول الله رانا تعبنا، رانا مرضنا، راي فينا ناس عندها أمراض مزمنة، راي فينا ناس أيست وصلت تفكر في الانتحار، وصلت تركب في مراكب الموت باش تخرج من البلاد هذه. نعرفوا اللي ماهوش حل. لك سيد الرئيس اليوم راهو سيئ، رانا ما عادش نجمو، راهو كي نجو نشوفوا وأنه نحن في الأرض هذه الناس الكل متنكرة لينا، راهو ما عادش اليوم. أنت
عملتوا برشا وقفات احتجاجية نتذكركم. عملنا برشا وقفات احتجاجية من 2010 ونحن معتصمين ونعملوا في الوقفات، وديجا آخر وقفة صارت نهار 19 أوت 2024، وتم اقتيادنا من مقر رئاسة الحكومة، جاتنا كرهبة تابع الأمن الرئاسي وهزتنا وقابلنا السيد مستشار السيد رئيس الجمهورية سمير غديرة وتسلم وعدنا وتم وعدنا وأنه باش يتم النظر في القائمة 311 هذه متاع خريجي الجامعات اللي طالت بطالتهم. صحيح. اي من اسبوع مازال حتى ينظر. اختي احنا كي نجيو نشوفوا الملفات الكل تتحط على الطاوله وتتحل وقت توصل لخريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم، فهمتني؟ يتم التنكر لينا، زاد هذا راه ماهوش حلو في حقنا، نحن رانا ابناء الارض هذه، رانا ماناش جايين من كوكب المريخ ولا من كوكب المشتري، نحن رانا ابناء تونس، نحبوا تونس ونحبوا رئيسنا لانه انسان نظيف ويحب يخدم البلاد هذه، ما نحبوش اليوم يجبد بينا ويخلينا. نحن اليوم كما نحن شدينا فيك وامنا بيك، نحبوك انت زاد تشد بيدينا سيد الرئيس وتاخذ بعين الاعتبار مطالبنا. 311 قائمه فيها 311 ما هيش اعجاز، تنجموا تلقوا كل واحد وواحده خطه في 24 ولايه. والوزارات ما شاء الله والرقعه الجغرافيه كبيره يا رسول الله. مره اخرى مازلنا نتوسموا الخير وانه نحن تاخذوا مطالبنا بعين الاعتبار، ونحب نحطكم في الاطار وانه نحن زملائنا توا راهم قاعدين نلموا في بعضنا، ديجا قريب يوصلوا، وانه نحن باش نتجمعوا امام الولايه ونحبوا نشوفوا وين وصل والسلطه مدى تجاوبها مع المطلب نتاعنا. نحن رانا ماناش مسلمين وبحقوقنا بقدره الله رانا ماناش مسلمين فيها بكل، ونحبوا مره اخرى نزيد نوصل رساله لكافة اصحاب الشهاده العليا، من نام على حقه قد نام حقه، حقك اليوم موجود، اجا فكه يا صاحب الشهاده العليا، ما هواش كل يوم تتيح لك الفرصه انه ثم شكون باش يسمعك ويوصل المطلب نتاعك. مشكور اختي. اختي مرحبا بك، عرفنا الاسم واللقب وشنو قريت بالضبط وقتاش تخرجت وقداش عندك في البطاله. والله انا مديحه ناصري، اصيله سند ولايه قفصه، مقيمه في تونس عندي برشا، قريت ديجا في تونس، قريت فنون جميله، تخرجت استاذه تربيه تشكيليه من عام 2006، معناها عندي 18 سنه توا، فهمتني؟ عايشك. جريت كما الزملاء الكل والزميلات الكل اللي تخرجوا من الجامعات على المناظرات وعلى النيابات، لا نجحت في مناظره، لا نجحت في كابيز، لنجحت لقيت شكون يقبلني نعمل نيابات، خاطر كما يعرفوا الزملاء الكل والزميلات الكل النيابات يتم الحصول عليها بالمحسوبيه فقط، بالمحسوبيه، وحتى واحد ما ينجم يناقشني في الحكايه هذه. وتصور انت احنا من عام كما قال كان يحكي الزميل من عام 2010 معناها تم وقفات وما يتمش سماع صوتنا ولا حتى معناها انتداب ولو مجموعات منا، فهمتني؟ لكن مراعنا توا زاد اللي شعل نارنا، خلينا نتكلم بالدارجه، اللي شعل نارنا توا اختي ما نحسدوش، احنا راه نفرحوا لهم زملائنا النواب اللي معناها خرج قرار في انتدابهم الكل، هم بالالاف ما شاء الله، ان شاء الله يتم انتدابهم على معناها دفعات ولا مره واحده، ربي يسهل لهم. لكن كما هما قراوا وتخرجوا من الجامعات، حتى احنا قرينا وتخرجنا من الجامعات، فما شكون معناها اصغر مني باش معناها يدخل يخدم، نفرح لهم لكن ما نحسدهمش. لكن حتى انا عندي الحق اختي، كان هما لقاو شكون يعملوا النيابات، انا ما لقيتش شكون يعمل لي نيابات، فهمتني؟ ما لقيتش شكون يدخلني نعمل نيابات حتى شهر. حفيت بين مندوبيه قفصه ومندوبيه تونس، مره نبدل عنوان قفصه، مره نبدل عنوان تونس، لعل ينوب ربي بنيابه، كل ما نمشي يسكر الباب في وجهي، كل مره نلقى حجه، كل مره تجيني حجه، هاو تسكر عام 2019 النيابات، هاو مش عارف شنو، هاو مش عارف شنو، حسيله اختي كل ما نمشي نسعى حول على النيابات هذه ما نلقاش الحظ نتاعي في النيابات، المناظرات ما نحكيلكش، المناظرات شاركت فيهم الكل، حتى بالبكالوريا شاركت اختي، وصلت معناها شاركت حتى في معناها مناظرات طلبه مستوى اقل من البكالوريا، وما انتدبونيش وما قبلونيش، رضينا ريتك المثل يقول لك رضيت بالهم والهم مرضاش بيا، انا هذاك. الخدم في البريفيج يقول لي لا ما تقفش كيما نهارين وحده في الوظيفه العموميه، هبطت انا معناها التعليق في المندوبيه في صفحه المندوبيه نتاع تونس اثنين، قلت انا قلت لي ما لقاش شكون يعمل له نيابه لشكون يشكي، جاوبتني وحده تخدم ابارامون في المندوبيه ولا معناها تخدم في المجال التعليمي بصفه عامه،
قالت لي شتعمل بها الخدمة أنت، شتعمل بها مشي حل مشروع ولا عم تكوين. أنا أختي ما عنديش فلوس. ذكرتني في سياسي قال للدكاترة المعطلين على العمل مشي وتعلموا صنعة. أختي قالت لي مشي تعلم صنعة، قالت لي مشي تكون ولا حل مشروع، شتعمل بها أنت ارتحت؟ قالت لي ارتحت. أختي راهو ما يدري يقول سبول، ما يدري يقول سبول أختي، وما يحس بالجمرة كلي عافس عليها. وسيم الملكي أصيل 2009، عندي أستاذية العربية ماجستير حضارة. ما شاء الله. وين تسكن؟ نسكن توا حاليا في تونس. من ولاية قفصة. معطل على العمل منذ 2009. 2009. 15 سنة بطالة. 15 سنة قهر. فما استجابة حسب ما حكيتوا لنا أنتوما، هناك استجابة من قبل رئاسة الجمهورية لأول مرة منذ سنوات. أنتوما من 2010 تقوموا بوقفات احتجاجية، قلت لي جاكم منذ أسبوع يعني ممثل عن رئاسة الجمهورية هزكم وسمعكم ووعدكم أنه باش يقع حل هذا الملف. شنو آخر المستجدات في الملف نتاعك؟ والله آخر المستجدات قالوا لنا توا نكلموكم في غضون أسبوع، توا بريسك فات اسبوع ما عملوا شيء. انا ما نقيسهاش بصراحه باسبوع، انا نقيسها بالمدى نتاع البطاله نتاعي، بالمده، فهمتني، بالقهره. كل يوم انا مقهور، كل يوم انا عايش فقر، كل يوم عايش بطالة والحرمان، وزين نشوف عباد مدلسين شهيدهم يخني، بيان سور باش نحس بقهره، فهمتني، بيان سور كي نتذكر زملائي اللي ماتوا ونترحم عليهم بالمناسبه. فهمتني، وسعفتش ما سعفتش. لهنا نتسائلوا وايضا والسؤال هذا نمروه ايضا للمسؤولين، وين وصل موضوع الشهائد العلميه المدلسه والناس اللي دخلت بعد الثوره التونسيه دون وجه حق؟ وين وصل؟ لانه وقع فتح بحث تحقيقي في الحكايه هذه، ووعدونا انه باش يخرجوا الناس هذوما من الخدم ويرجع كل انسان ياخذ الحق نتاعو. والله السؤال هذا مردود عليه، هما اللي جاوبوا عليه، فهمتني. اما احنا بطبيعه الحال اللي شفناه بصراحه رانا ما عندناش ثقه حتى في مؤسسه ولا في كذا الا واحد برك بصراحه اللي وجهنا له صوته، صوتنا معناها وصل ليه وان شاء الله يوصل ليه، ان شاء الله يزيد يوصل ليه، فهمتني، اللي هو سياده رئيس الجمهوريه، فهمتني. ثقتنا فيه هو بركره، ثقتنا فيه هو بركره، والله نكرر عليه، أنا جربنا وعودنا. أنا كي جرى الرئيس يختم على روحه، بيان سور باش أنا مانيش باش ناشد الرئيس، أنا باش ناشد المعتمد، باش ناشد الوالي، باش ناشد الوزير، باش ناشد الدولة، باش ناشد الشعب، باش ناشد الجهات الكل باش تخدم على روحها. ما سمعكم حتى وسنوات. احنا الملف نتاعنا هي دليل على خدمتك على روحك في الدولة. الملف نتاعنا ما حقنا، بالله كي تلقى إنسان قارئ على روحه 14 سنة بطالة و15 سنة بطالة، إلى متى لوين تجي تقول لي حلول وهمية، حلول تناسب كان إنسان صغير أو إنسان عنده مدير؟ إحنا ما عندناش راه. كيفاش باش تعلم صنعة في العمر هذا؟ ماذا بيا؟ توا باللي فورماسيون، صدقني نتمنى نعمل فورماسيون في العمر هذا، ما عنديش حقها، ما عنديش فلوس. أنا توا كل الكريب بتاع الدار، سامحني كان الكريب بتاع الدار، كل ما يقرب الواحد يجيني كوشمار تاع، أقسم بالله. انا نخدم كيف الواحد نخدم كان كيما الزملاء كل ليبر درشنية كذا، صدقني كي نلقى نلحق على الكري ونلحق على شويه ماكل الحمد لله يا رب. الرساله اللي باش نوجهها باسمي وباسم كل معطل عن العمل، راه والله عيب، عيب كي يوصل مجموعه كبيره توصل 15 سنه و16 سنه بطاله وهما قروا وتعبوا، ولا وفي معناها بموازات الامر هذا، بموازاه الماساه هذه نلقوا عباد ضربه شهيده وتخدم. معناها شو ماساه فوا دو، ماساتي اني قريت وتعبت وكذا، ومن بعد تطلع اصوات تقول لك ماشي مزيه، لا تولي مزيه، تولي مزيه كي نلقى انا غيري شد بلاصتي. انا بصراحه اجه نداء لسياده رئيس الجمهوريه انه يشوف لنا الملف نتاعنا ويعجل فيه، يعجل فيه، يعجل فيه.